تسلى باريس سان جيرمان مشاركته بالفوز على روما بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في مدينة ديترويت الأمريكية. هدف التقدم للفريق الباريسي سجله المدافع البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 36، فيما تولى المهاجم النيجيري عمر صادق مهمة تعديل النتيجة لروما في الدقيقة 60، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للبي اس جي. قال البرازيلي داني ألفيس في مقابلة حصرية